السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة انا جايب لكم ساعة مش عادية شوية، ساعة جي شوك يونيك شوية، اللي هي فريدة من نوعها. هقول لك ليه، يعني هي استثنائية شوية. اغلبية ساعات الجي شوك اللي انت بتشوفها بتبقى ساعات لا اما ديجيتال لا اما انا ديجيتال. انا ديجيتال اللي هي بتبقى انالوج وديجيتال في نفس الوقت، بمعنى الديجيتال بتبقى رقمية، تبقى كل الساعة رقمية ما فيهاش عقارب. اما الانا دي الانالوج بتبقى العقارب، حاجة اسمها انالوج، اي ساعة اسمها انالوج يبقى فيها عقارب. اما في ساعات الجي شوك اللي هي الستاندرد اللي احنا كلنا بنشوفها، زي مثلا الجي اي 100، موديل الجي اي 100 ده، جي اي 100 ده من اشهر الساعات الجي شوك المشهورة، يعني اغلب ممكن في مصر كمان، بتبقى انا ديجيتال. انا ديجيتال اللي هي ايه، فيها عقارب وفيها ديجيتال في نفس الوقت. الساعة دي الغريب اللي فيها ان هي كلها انالوج، ودي بصراحة اللي خلاني ان انا اشتريها. الساعة دي انالوج استثنائية جدا جدا جدا. الساعة دي ما بتشوفش فيها التايم على الديجيتال، بتشوف فيها التايم اللي هو العقارب. في الساعات الجي شوك ما كانش فيه عندهم سوبر ليمينوفا او ليمينوفا. ليمينوفا دي اللي هي ايه، ان العقارب عليها طبقة كده جلو، اللي انت في الضلمة بتشوف العقارب، بتلاقي العقارب منورة. فاغلبية ساعات الجي شوك زي مثلا الجي اي 100 اللي احنا بنتكلم عليها كستاندرد، ما بيبقاش عليها الجلوينج دي اللي هي اللومينوفا دي، بتبقى العقارب بتبقى عادي خالص، بتبقى بلاستيك عادي، يعني ما عليهاش اي طبقة اللي هي تخلي الساعة تنور بالليل. فهي دي الساعة، عشان طبعا في الساعة الجي شوك مثلا جي اي 100 طبعا طبعا بيبقى فيها اللي هو اللايت، اما دي ما فيهاش لايت، دي ما فيهاش اللي انت تدوس على زرار يطلع لك النور عشان تشوف الساعة، لا دي من نفسها كده بالليل بتلاقي النور نور. دي اول حاجة. دي يا جماعة الجي اي 1400، جي اي 1400 او جي اي 1400، دي اللي نزل قبليها الجرافيتي ماستر اللي هي جي اي 1000، دي بعديها على طول. دي الساعة دي مميزاتها، من ضمن المميزات بتاعتها ان الهيكل بتاعها بقى من الميتال، الميتال اهو ده الميتال، زائد ان هم قللوا السكنس شوية، قللوا الضخامة بتاعة الساعة شوية، عشان كانت الساعة الجي اي 1000 كان فيها تو سنسورز، سنسور الحراره وسنسور البوصله، فكانت سيك شويه، كانت تخينه شويه. اما دي قللوا السنسور، قللوا قصدي السماكه بتاعت الساعه، زائد ان هم حطوا لها هيكل معدني، زائد ان الساعه دي بتشحن بالطاقه الشمسيه، سولار باور. تمام، نيجي بقى ان احنا ازاي نظبط ساعه ديجيتال، نظبط ساعه انالوج، وخصوصا ان ساعات الجي شوك ما فيهاش اللي هي الاوكرا او الكراون اللي احنا نظبط منه الساعه. بص بقى، الساعه دي معقده شويه، فركز معايا في اللي انا هقوله، عشان يعني عشان تمشي معايا خطوه خطوه. مبدئيا كده قبل ما نبتدي، بس اتمنى بس بعد اذنكم ان 85% من اللي بيتفرجوا عليا على اليوتيوب ما بيشتركوش على القناه، فاتمنى حضرتك تنزل تعمل اشتراك، تنزل تحت تلاقي زرار احمر اسمه اشتراك على اليمين او على الشمال اسمه سبسكرايب، فاتمنى تدوس عليه وتعمل لايك للفيديو لو بعد اذنك، طبعا ده الدعم يعني. فنبتدي على بركة الله ونبتدي ايه، نظبط الساعة. بص بقى، معلش يا جماعة سامحوني، انا عندي برد فظيع يعني. بص انا خايف اعديكوا. بص احنا عشان نظبط التايم مود بتاع نعمل ايه، زي اغلبية الساعات الجي شوك احنا نظبط الاول نشوف هل هي على التايم مود ولا لا. بص لو دوست هنا كده جت على الزيرو كده، ده وضع الستوب ووتش، ده كده وضع الستوب ووتش. لو انا دوست كده على الاس تي دي او على الدي اس تي اللي هي وضع الورلد تايم زون، اللي هو الوضع اللي انت بتظبط الساعه على دوله معينه او على توقيت دولي معين كده. يعني ثواني بس انا عايز اظبطها لكم. ادي دي كده، انا عايز دي كده الالارم، انت كده بتظبط الساعه لو انت عايز تظبطها على الالارم كده. ترجع الساعة اللي انت لو عايز تظبطها على التايم العادي خالص، اللي هي بترجع بالمنظر ده كده، بتلاقي العقرب الثواني ماشي عادي وخلاص. عشان ما نظبط بقى التايم زي اي ساعة جي شوك، بندوس على الزرار اللي فوق ده، الزرار ده الشمال ده، بندوس عليه 5 ثواني مش 3 ثواني. استنى بس لما العقرب ده يخلص، ندوس عليه 5 ثواني. يعني بص ندوس كده، بسم الله اهو، 1 2 3 4 5، تمام، لحد ما تسمع الدبل بيب دي، اللي هي الاثنين يعني الموسيقتين يعني انت سمعتهم دلوقتي، اللي هو الصوت الصفار اللي انت سمعتها دي مرتين. تمام، وبعد كده هنختار السيتي، السيتي اهي
بص، انا كل ما باجي بتحرك بالعقرب الثواني ده، بعقرب البني البرتقاني ده، بختار بص فوق كده هتلاقي يو تي سي اللي هو توقيت جرينتش، لندن، باريس، جدة. للاسف هنا مفيش كايرو، فانا هظبطها مثلا على وليكن دولة مثلا زي جدة. جدة اهي، اللي هي جدة اهو، لا اهي اهي كده جدة، تمام. فالساعة تقعد تظبط نفسها. سامحوني بس يا جماعة، والله العظيم البرد هيموتني والله. تمام، فلحد بس ما الساعة تظبط نفسها كده هنظبط، هنختار المود بتاعها اللي هو التايم. بعد كده هندوس على المود اهو، المود، ندوس على زرار المود اهو كده، دخلني في التايم. نظبط التايم، الساعة كام دلوقتي؟ الساعة دلوقتي 9. بص اهي، هندوس كده على الزرار ده اهو، ده فور، ده اللي بيخلي الساعة تلف. بتدوس عليه شوية عشان أنا محتاج الساعة 9، فالساعة 9 هنا، فأنا مش هفضل. بص يعني، بص أنا ركز كده، أنا مش هقعد أعمل كده، فهمتني؟ ما هو كده دي بتبقى بتنقل دقايق، لا أنا عايز أنقل بالساعات بقى، يعني عشان إيه؟ أنجز. سامحوني أنا آسف جدا. فبالله عليكم ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة، لايك وسبسكرايب. انزل دلوقتي والساعة دلوقتي شغالة، انزل اعمل سبسكرايب واطلع. أنا لسه لحد ما تيجي الساعة 9. بص بقى، اهي دلوقتي احنا عمالين نستنى لحد ما تيجي على الساعة 9. ثواني كده اجيب ساعة كده مظبوطة، ثواني اشوف ساعة الموبايل. ساعة الموبايل 8:58 بالظبط، تمام يا مسهل. طب ايه؟ لا لا لا، ده انا نسيت، معلش انا اسف، انا نسيت نفسي شوية، معلش سامحوني يا جماعة. بالظبط كده، شوف كده ساعة الموبايل كام. الساعة دلوقتي الموبايل 9 بالظبط، اهي كده بالظبط. بعد كده نيجي على نيجي على اللي احنا هنختار الوقت. اختيار الوقت هنا بقى غريب للغاية بقى. بص بقى، ركزوا معايا في الموضوع ده. اختيار الوقت هنا، اولا انت بتختار السنة. بص كده هنا، بص كده هنا، هتلاقي هنا 10، اهي 10، 20، 30، هنا 2000، 2010، 2020، 2030. فاحنا هنختار على ايه؟ بص هنختار اهي، دي الكالندر بتاعت الساعة دي لحد 2099. فاحنا دي كده 2010 وكده 2020، فاحنا هنختارها على 2020، تمام؟ 2020 اهي. بعد كده لو دوسنا على المود تاني هيقول لك اختار السنة بالظبط، انت عايز 2021، 2022، 2023. لا انا عايز 2020 بالظبط. ثواني بالظبط كده 2020 بالظبط كده 2020. يعني احنا اخترنا اول حاجة الحقبة الزمنية، الحقبة او الايرا اللي هو العهد الزمني، العهد ده اللي هو كل 10 سنين، العقد قصدي، العقد الزمني اللي هو كل 10 سنين، 2000، 2010، 2020، 2030 وهكذا، الساعة دي كلها لحد 2099. فهنا 2000، هنا 2010 اللي هي عند رقم واحد، هنا 2020 عند رقم اتنين، فاحنا اخترنا 2020. بعد كده لما دوسنا مود، بعد كده جاب لنا انت عايز انهي سنة بالظبط في 2020، 2021، 2022، 2023 وهكذا، فانا اخترت 2020، انا لسه في 2020. بعد كده لو دوست على ال اسمه ايه ده؟ ال ثواني بس انا عايز اشوف انا بقيت فين دلوقتي؟ انا دلوقتي لسه اهو في 2020. لما ادوس على مود تاني هختار المانث، المانث اللي هو الشهر. دلوقتي انا عايز انهي شهر بالظبط؟ من اول 12 ده شهر ديسمبر، 1 يناير، 2 فبراير، 3 مارس، 4 وهكذا. فاحنا انا دلوقتي احنا في شهر كام؟ ثواني كده بص كده، احنا دلوقتي في شهر ابريل، يعني دلوقتي احنا في 30 ابريل، فهنخليها 1/5. ادي دي 12، ادي كده 1 2 3 4 5، احنا كده في شهر 5 بالظبط، احنا كده في 5. بعد كده هتدوس على تشوز، قصدي على مود، مود الشهر اللي هنا بقى ده، ده بص دوس كده فوق يبقى 30 اللي هو الديت 31، فاهميني؟ 30، 31، 32 وهكذا. بص
واحد دي كده لما انت بتدوس بتخليها على 31، على 1، على 2، على 3، لحد ما تدوس كده وتثبتها. ثواني بس لحد ما تثبت. ثواني، انا عايز بس ايه تيجي على 31، علشان من الشهر احنا دلوقتي في 30 ابريل بالظبط اهو. بالظبط احنا كده بس عايزين 30 ابريل، 31. هو اي نعم مفيش. هو بيقول لي ان الشهر ده ما ينفعش ان هو يبقى فيه 31، صح؟ فاحنا نخليه على 1، صح كده؟ بالظبط بالظبط، هو الشهر ده فعلا ما فيهوش 31. ثواني بس نخليه على 1. انا كده ظبطت لكم الساعة بالظبط. الساعة دلوقتي كده انتهت، الساعة دلوقتي كده احنا ظبطناها. الساعة دلوقتي يعتبر هي معقدة شوية يا جماعة سامحوني، بس هي فعلا فعلا تستحق العناء. ساعة جي شوك قوية جدا، ساعة مظبوطة على الإيد، حجم كويس، مش كبير مش ضخم، زائد كمان إن السكنس بتاعها قل، اللي هو السماكة بتاعت الساعة قلت. ساعة محترمة جدا، أنصح باشترائها، أنصح بشرائها. نسيت أقول لكم، بعد ما تختاروا ده كله، بعد ما تعملوا ده كله، انا اسف جدا يا جماعه، نسيت اقول لكم على حاجه بسيطه جدا، ان الساعه بعد ما ظبطتها كل حاجه نسيت اكتبها لكم في الفيديو، ان انتوا تدوسوا على الادجاست. بعد ما تدوس على كلمه ادجاست الساعه بترجع طبيعيه تاني وبتشتغل عادي خالص. شكرا جدا ليكم يا جماعه، وما تنسوش طبعا تعملوا اشتراك ولايك للفيديو. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.